برضه اهي وادي الرابطه اللي اسمها استر. هل هنا فاضل او اتش؟ لا. طب فاضل كربوكسيل؟ اعملها. اصبح يكره مين يعمل ليه؟ هيدروكربون مفيش عليه تشارج. هيدروكربون تشين سيتشتو يكره الميه تمام. مره ثانيه ازاي بتعمل له استر بوب؟ بتشيل ووتر. انت قلت معقد بتسلم دلوقتي بتشيل ووتر عشان كده بيكره الميه. بشيل ميه اتش 1 او اتش. هل او اتش لسه موجوده؟ هل الكربوكسيل لسه موجوده؟ لا، بقت سي او بس اهي. يبقى اصبح المركب بيكره الميه تماما. ليه؟ هيدروكربون مفيش عليه تشارج. هيدروكربون تشين نون تشارج. اشيل اخر واحده اهي ميه واعمل استر بوند الثالثه. ميه يعني اتش 1 او اتش. هل فاضل كربوكسيل؟ نتأكد زي الاول؟ لا. طب او اتش؟ لا برضه. يبقى اصبح يبرق الميه تماما. وعشان كده المركب ده يا اما يبقى اويل يا اما يبقى سوليد فات. وفي الحالتين هل الاويل بيختلط بالميه؟ بيرسل. طب هل الفات بيدوب في الميه؟ برضه لا. واسمه ايه؟ الدهون الثلاثيه. يعني تراي يعني ثلاثي، اصاري يعني فاتي اسد، جيلي سرور. يبقى مره ثانيه اسمه ايه بقى؟ طبعا الاسود ده هو جليسرول او ثلاث قرنات، فنختصر الى كلمه تال، محتاج اختصار كلمه ايه بقى؟ تراي اسايل جليسرول تال، اختصاره تال. طب ليه التاج مره يبقى اويل ومره يبقى سوليد فات؟ خدناها مش حسب نوع الجليسرول، الجليسرول حاجه واحده. حسب نوع ايه؟ فاتي اسيد. ما هو لو الفاتي اسيد فيه دبل بوند هيبقى مادي عند الدبل بوند اللي هي السيس دبل بوند، ولما هيبقى مادي هيبقى فيه مسافات واسعه والضوء يعدي، ولما الضوء يعدي يبقى سوليد فات ولا اويل؟ طب لو نفس الطول بالظبط اهو، ده 18 كربونايه وده 18 كربونايه، بس المره دي الفاتي اسيد مش مادي ما فيهوش دبل بوند، يبقى هنا في مسافات ولا دي زي الدائمه اللي جنب بعض؟ هل في ضوء هيعدي؟ لا. يبقى ده اويل ولا سوليد فات؟ ما هي دي هدرات الزيوت، ما هي دي السبب. انت قصدك تقول كل اللي اتكلمناه قبل كده وخواص الفاتي اسيد والدبل بوند ينطبق على التاج تماما، لانه الزيت في الاصل هو تاج. احنا اتكلمنا عليه كفاتي اسيد كده في اكشوال. الزيت هو عباره عن ايه؟ تراي اسايل جليسرول. هو خواص الفاتي اسيد تنطبق دلوقتي هنا بس بيبقى راكب على ايه؟ على الجليسرول. بس ديله حر اهو، لو في دبل بوند ومادي يبقى في مسافات واسعه ضوء عدى، يبقى ايه؟ اويل. طب ما فيش دبل بوند وستريت يبقى اويل ولا سوليد فات؟ زي السمن النباتي. هي السمن النباتي تاج، وكل الزيوت اللي اتكلمنا عليها تاج. يبقى زيت الزيتون اوليف اويل في تاج بس نوع الفاتي اسيد قليل. زيت الزيتون الزيت هو تاج بس نوع الفاتي اسيد ايه؟ قليل. زيت الذرة عباد الشمس في تاج بس نوع الفاتي اسيد لين قليل 18 2. زيت بسكت الكتان زيت هيبقى فيه تاج بس نوع الفاتي اسيد يبقى لين قليل، وهكذا كلهم تاج بس نوع الفاتي اسيد هو اللي احنا كنا ايه مركزين عليه قوي بزياده، بس اكشن كلهم يبقى تاج. امتى يبقى اويل؟ حسب نوع الفاتي اسيد. طب امتى يبقى اويل؟ لو ان ساتيوريتد وفي دبل بوند ومادي. طب امتى يبقى سوليد فات؟ لو ساتيوريتد من غير دبل ايه؟ غير دبل بوند. طيب في انواع من التاج ازاي تايبس؟ يعني ايه سيمبل تاج بسيط؟ ويعني ايه عكس كلمه سيمبل معقد او ميكس مخلط؟ مخلط تاج مخلط يعني دول ثلاث كربونات بتوع الجليسرول، دول ايه بقى؟ كربون جليسرول. لو الثلاثه فاتي اسيد ايدنتيكال، يعني ايه ايدنتيكال؟ متماثلين. ده 16 كربونايه، ده 16 كربونايه، 16 كربونايه. مفيش دبل بوند، مفيش دبل بوند، مفيش دبل بوند. او 18 كربونايه 1 دبل بوند، 18 كربونايه 1 دبل بوند، 18 كربونايه 1 دبل بوند. يعني متماثلين في الطول وعدد الدبل. لو تماثلوا في الطول وعدد الدبل بوند الثلاثة فاتي اسيد ده اسمه ايه بقى؟ سيمبل. يبقى الثلاثة ايه؟ فاتي اسيد ايدنتيكال متماثلين. لكن لو ديفرنت فاتي اسيد بقى، واحد مثلا 20 كربونار، واحد ثاني مثلا وايه بقى اللي كبر في الصبح؟ 14 كربونار مثلا. واحد 18
13. هل دول ايدنتيكال؟ وممكن يكون في واحد دبل بوند والتاني ما فيهوش دبل بوند، يعني مختلفين. اساميه ايه بقى؟ ميكسد. يبقى ان شاء الله اثنين بس مختلفين يبقى ميكسد، ان شاء الله بس ايه؟ اثنين مختلفين يبقى ميكسد. يبقى لو ثلاثه دي اسيد ايدنتيكال متماثلين يبقى اسمه سيمبل، لو مختلفين يبقى ميكسد، ان شاء الله بس ايه؟ اثنين بس مختلفين. في حاجه بقى كمان ايه؟ اللي حاجه من زمان مش كان في حاجه زمان اسمها اسيمتري كاربون؟ يعني ايه اسيمتري؟ هاتي نقلي كربونايا الوحيده بالذات، الوحيده بالذات اللي في الجليسرول اسيمتري كاربون حواليها 4 ديفرنت جروبس. مين الكربونايا الوحيده بالذات؟ اللي في النص. اللي فوق ما تنفعش عشان فيها اتشين زي بعض. الاسيمتري حواليها 4 ديفرنت جروبس، واللي تحت ما تنفعش في اتشين زي بعض. واللي في النص تنفعش برضه. ايه مختلف عن الويتش؟ بس المغربه فوق مع المجموعه هي نفس المجموعه اللي تحت. ما تقوليش راكب مع سي، راكب مع مجموعه كامله سي 2 ويتش زيها، مش هتنزل زي بعض. يبقى اذا الجليسرول ما فيهوش ولا كربونايا اسيمتري، دي اتش 2 زي بعض؟ لا مش هتنزل. لا ودي كحول زي كحول برضه ايه؟ لا الا ايزا. الا ايزا ايه؟ امتى الكربونايا الوسطانيه تحولها الى اسيمتريك؟ ايوه الا ايزا حد بيقولها ورا. هركب هنا ميكسد تاج، هركب هنا فاتيكاسيد مثلا اهو بيستر بوند مثلا 20 كربونايا، لكن هركب فاتيكاسيد تحت مثلا وصير 14 كربونايا بس. هل دول زي بعض؟ كده اصبحت الوسطانيه نيو اسيمتريك كارب. ليه بقى؟ ليه بقى؟ الاتش مختلفه عن الويتش، مختلفه عن المجموعه اللي فوق بقى كحول عليه 20 كربونايا، مختلفه عن المجموعه اللي تحت بقى كحول عليه 14. كده اختلف صح ولا لا؟ الاتش مختلفه عن الويتش، مختلف عن الكحول اللي فوق اللي معاه 20 كربونايا، والكحول بتاعتي معاه ايه؟ 14. الاربعه بقوا ديفرنت، بقت نيو اسيمتريك. هنعرف بقى ان الجروبز اللي حواليها اسيمتريك ممكن تلف يمين او شمال، وساعتها الويتش مش هتحب الزحمه، هتحب تروح للحته الفاضيه بعيد عن الزحمه. محدش بيحب الزحمه. هيبقى ناحيه الشمال اسميه ال جليسو، اسميه ايه بقى؟ ال جليسو. يبقى تاني امتى الكرات الوسطانيه الميدي كارب becomes asymmetric؟ لما يركب عليه فاتي اسيد نمره واحد different from فاتي اسيد نمره ثلاثه. يبقى تاني امتى الميد الكارب تبقى نيو اسيمتريك؟ لما يركب فاتي اسيد نمبر 1 different from فاتي اسيد نمبر 3، وهيبقى ساعتها ايه؟ ال جليسون. يعني ايه ال؟ ويتش ناحيه الشمال. ولما يركب عليها فاتي اسيد يروح بعيد عن الزحمه، يعني بيروح ناحيه الايه؟ الشمال. ال جليسون اللي يبقى جليسون. يبقى تاني يبقى ده سيمبل ولا ميكسد؟ ميكسد طبعا. يبقى تاني يعني ايه سيمبل؟ تاج. يبقى جليس وشال ايه؟ ثلاثة ديفرنت ولا ايدنتيكال؟ نفس الطول ونفس عدد الدبل بوند، نفس ايه؟ الطول وعدد الدبل بوند. يعني ايه ميكسد تاني؟ فاتي اسيد ديفرنت، اما في الطول يا في الدبل بوند يا في الاثنين، يا في الطول يا في الدبل بوند يا في الاثنين. امتى الوسطانيه تبقى اسيمتريك؟ يكون ميكسد. مين مختلف عن مين؟ فاتي اسيد نمبر 1 از ديفرنت فروم فاتي اسيد نمبر 3، هتبقى اسيمتريك. والجروبز هتعمل ايه؟ روتيشن تلوش ناحيه الفاضي بتاع ناحيه الايه؟ الشمال. اساميه ايه؟ ال جليسترول. ولو ركب فاتي اسيد برضه ناحيه الشمال في ال ايه؟ ده في ال؟ لا يبقى ناحيه واحده. ده ايه؟ مفيش اسيمتريك، مفيش ايه؟ اسيمتريك. ثانيه واحده اخر كلمه عن التاج. طب عرفت يا عم التاج يا اما زيت ودهن حسب نوع الفاتي اسيد. في دبل بوند ومتني زيت، ما فيهوش دبل بوند ومشبع وسريع هيبقى دهن صلب زي السمن النباتي. وعرفنا كمان السيمبل والميكسد حسب الفاتي اسيد ايدنتيكال ولا ديفرنت، وامتى دي تبقى اسيد. طب ايه وظائف التاج؟ ايه موجود تحت الاديبوز تيشو تحت الجلد؟ وقلت نركز شويه عشان واضح الكلام بيخش من طب سنه اولى بيخش في بعض بسهوله. انت لو جبت
عشان شويه بيقول لي انت بقيت تكفر عضلات، يا عم العضلات ما بتبنيش ليه يا عم؟ العضلات فيها بروتينات. قصدي اقول لما اقول في الاديبوز تيشو ده مش في العضلات، لما بتسلكوا الخامات في العين مش بتلاقوا هتفرغ تهبل نظف تاني كده هتلاقي لحم بقى، دي العضلات. لكن السبكيوتينيوس تيشو هو ده في الاديبوسايت. فانا بتكلم على الاديبوسايت اقول ايه وظائف التاج؟ ليه بتخزنه في الاديبوسايت؟ تاج مش انتوا بترسموا الاديبوسايت كده الهيستولوجي؟ مش ترسموا الهرمون ماليا السيتوبلازم وزق السيتوبلازم على الناحيه؟ ايوه والنيوكليوس على الناحيه؟ ايوه. فكل ده تاج. فانا سؤالي بقى ايه مميزات تخزين التاج؟ يعني تراي ويك بالظبط في الناس تيشو تحت الايه؟ مش في العضلات في الاديبوس تيشو ده اللي بيقول ايه؟ ايوه فاهم حكايته ايه؟ الانسوليتور عازل حراري يعني يمنع فرض الحراره الى خارج الجسم. يبقى السبكيوتينيوس باد الدهن تحت الجلد ده فايدته عازل حراري يمنع وصول ايه؟ هيت برا الجسم. هيت انسوليتور بس هو فرق وصول ثاني مهم. هو ليه يوم لما تصوم فتره طويله او تلعب رياضه بتخس وبتفك التاج ده وبتفكه الى ايه؟ تفك الروابط دي اللي انت عاملها الاستر بون وطلع في الدم فري فاتي اسيد وفري جليسون طبعا. ايه فري فاتي اسيد هو؟ ليه لما بتسوق فتره طويله او تلعب رياضه تخس وتفك الدم؟ ايه فري فاتي اسيد تفكيره؟ نخش في تفاصيل قول في كلمه واحده صوره كبيره. ده بيروح يدي ايه العضلات؟ طاقه. بيروح العضلات يدي ايه؟ طاقه. يدي اكسد يدي ايه؟ الطاقه اللي انت محتاجها اثناء الصيام اثناء الرياضه في العضلات. يعني انت حاجه اسمها انرجي الاجساده، حاجه اسمها ايه؟ انرجي. يبقى التاج سورس اوف انرجي. يبقى التاج سورس اوف ايه؟ انرجي. كده ان هو عازل حراري. لما اصوم بلعب رياضه بفكه واطلع في الدم فري فاتي اسيد يروح العضلات يدوا ايه؟ طاقه. خلي بالك العضلات دي تشمل العضل دي برضه مين دي؟ التارجت ماسل يعني جاردك ايه؟ مش بس سكيلتون يعني. يبقى التاج سورس اوف ايه؟ انرجي انرجي انرجي. يبقى ايه وظائف التاج حاجتين؟ ايه هما؟ عازل حراري تحت الجلد هيت انسوليتور اند سورس اوف انرجي. لما اصوم فتره طويله والعب رياضه بفك التاج واطلع في الدم فاتي اسيد يروح العضلات يدك سبب طاقه ثانيه واحده. وليه التاج لما تخزنه في الاديبوز تيشو مع ان ميني مايكروز ليه ما بيزودش الاوزموتيك بريشر؟ مع انه هاي كونسنتريشن. ما احنا خدنا في العملي الهاي كونسنتريشن بيزود الايه؟ الاوزموتيك بريشر. ليه ما يزودش الاوزموتيك بريشر مع انه تكييفه عالي؟ يعني ليه ما يسحبش ميه من بره لجوه ويفرق على الاديبوز تيشو؟ نعم؟ عشان بيكره الميه، عمره ما هيسحب ميه من بره لجوه. لانه بيكره الايه؟ الميه. ده زيت ولا ليه؟ زيت ولا ليه؟ يسحب ميه؟ لا اصلا بيكره الميه. يبقى ليه مش بيزود الاوزموتيك بريشر؟ عشان هايدرو فوبيك. عشان هايدرو ايه؟ بيكره الميه. يبقى تاني ايه وظيفه التاني؟ عازل حراري واحد سورس اوف انرجي. لما اصوم بلعب رياضه افكه واكسب الاحماض الدهنيه في العضلات سكيلتال وكارديو. وليه ما بيزودش الاوزموتيك بريشر؟ علشان بيكره الميه. ممكن نحل صفحه 8 دلوقتي بسرعه قبل ما نبدا او نستعين بيها زي ما نسكتين كده. سابوني المشكله بتاعتي ده اول سؤال.